السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم من جديد. رجعت لكم يا جماعة بعد فترة اسبوع تقريبا ما عملتش فيديوهات، بس قلت لازم اعمل فيديو كده بسيط كده بتاع دقيقتين ثلاثة كده في السريع، ان هو انا بحاول اثبت اللي هو السلسلة بي 7، عايز اثبتها. طيب الفكرة يا جماعة ان انا معايا تقريبا بتاع 15 حجر او 16 حجر صغير سمول بيرمستون. هم فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، راحوا فين؟ لا اله الا الله يا جدعان، فين اهو بتاع 16. ماشي، انا بقى دلوقتي عايز 4، فانا باذن الله كده هروح محول كل دراجون بول اللي معايا، واتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى انه يجي لي بيرمستون. تمام، عشان لو ما جاش بيرمستون هيبقى حرام، كل الديفات دي راحت، واتمنى كمان ما ينزلش ايفنت روحي مضيعني انا خالص في الديفات دي. تمام، ناخد كل الدراجون بول اللي هو الباوند، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، نفكها كده ونعمل ميلدنج ليها ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اتمنى بيرمستون باذن الله تعالى، يعني اتمنى بسم الله الرحمن الرحيم. اديتنا تشي، لا كتاب بوك كده، دراجون بول فريجمنت، دراجون بول فريجمنت، جمايا سوبر، دراجون بول تاني. انا عايز برمستون يا اخوانا، باذن الله تجيلي برمستون يا رب باذن الله. طب تجيلي حتى واحده ولا اتنين، يعني انا هتصرف في الباقي يا جدعان يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، مية وخمسين كتاب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، ماشي. الف بوتنسي بوينت، بسم الله الرحمن الرحيم، ميت بوتنسي بوينت، جماية سوبر، يا رب يجي لي برمستون يا رب بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. انا مش محتاج غير جماية سوبر والله، يعني برمستون قصدي يا جدعان، انا مش محتاج الكلام ده. يا رب قول لنا انت برضه يعني كده في التعليقات، بدل انت بتتفرج علينا، يعني يا ترى يا هل ترى جات لك اي برمستون من اي حاجه؟ 300 تشيلي ولا ايه بالظبط؟ 300 تشيلي، يعني عارف انت اللي هو ايه يا اخوانا، انتوا ليه كده يعني؟ ليه كده؟ هات يا عم الشيلد، نضربه في الشيلد التشيفهات دي. 20 29 39، حتى بركة الجمال راحت والله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، انا احساس هيجي لي برمستون ان شاء الله، بس امتى بقى مش عارف. يا رب دراجون بول تاني، جماية يا اخوانا انتوا بتستسكوا والله العظيم. تاني انا بعد كده هجرب احول 10 مرة واحدة، ان تقريبا واحدة واحدة دي مش هتنفع خالص. ادرانس بوك، يا دي ام البوكات دي، ميد بوك، يا عم مش عايز انا الكلام ده. هو دراجون بول تاني، يعني انا بحاول دراجون بول عشان اخد دراجون بول يا عيني. الف، بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب يا كريم، بسم الله الرحمن الرحيم. اتنين دراجون بول يا عيني، يعني انا بحاول دراجون بول عشان يدوني اتنين دراجون بول يا عيني يا عيني يا عيني. ايه الحلاوه دي؟ طيب انا اتمنى ان شاء الله باذن الله، انا احساسي كده هيقول لي ان انت ايه هتجيلك كده بعد ما تحول 10 مره واحده ان شاء الله. بص ان شاء الله هتجيلك كده مره واحده. بسم الله الرحمن الرحيم، سندر جيم، ما خدتش غير سندر جيم سوبر، سندر جيم سوبر، يعني بتهزروا. بسم الله الرحمن الرحيم، اتنين دراجون بول يا اخوانا، يا لهوي مفيش برمستون ليه يا جدعان؟ حرام عليكم، اخ يا ربي.
يا جدعان لا إله إلا الله يا إخوانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الناس والله مستنية بتستنى الفيديوهات بتاعتك، أقسم بالله يعني ربنا يخليك والله، ربنا يعزك والله. أجمل تحية مني ليك هتشوفها في الفيديو يا نو بلاي، يعني بجد 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 أنا شاكر ليك بصراحة. نتمنى بقى إن إحنا تجيلنا برمستون بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. ها ساش اس وميت بوك، يعني انا هيجيلي شلل، هيجيلي شلل ساش اس. طب انا هعمل ايه بالساش اس دي يا جدعان؟ بتهزروش يا اخوانا. طب اتنين كده خمسة، ماشي نعمل لهم ميلدينج. بسم الله الرحمن الرحيم. ها ساش اس برضو تاني يا اخوانا. يا جدعان يا جدعان يا جدعان يا جدعان، يا رب يجي لي برمستون يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يجي لي برمستون باذن الله يا رب. اخوانا اخوانا انتوا بتهصفوني ليه يا جدعان؟ لا اله الا الله. ادي الدبات راحت، يا ريتني ما عملت بيها اي حاجه. الدبات راحت يا امو، الدبات راحت، الدبات راحت. يلا الحمد لله. انت تريد وانا اريد، والله العظيم تاني ربنا يفعل ما يريد، عشان انت اساسا بني ادم يعني اخ الله العظيم. قلت بقى ان انت هيجي لك بقى، يعني فاهم انت ازاي؟ يعني حتى دي كمان ما بقتش فيها بركه، يعني مفيش اي بركه حتى في الجيمات، يعني حتى واحده تطلع لنا كده 255 مره واحده مفيش. بسم الله الرحمن الرحيم. هي محاوله، انا بحاول يا اخوانا، يعني مفيش اي مشاكل. يا رب انا اغمض عيني، اغمض عيني. بسم الله الرحمن الرحيم. ها يا رب برمستون يا رب يا رب يا رب. ها ايه مفيش ولا اي حاجه يعني. يا حي ميلدينج قد منها دراجون بول، لا ادرانس بوك ساش اس، يعني انا بحاول عشان تجيلي تاني. عاش عاش وقسما بالله عاش عاش يا اخوانا. طب واحدة فرحونا هنا. طيب اتنين دراجون بول يا جامد يا منيل يا مليس، يعني انا خساره. هتقول لي انت استفدت ايه من الفيديو ده؟ هقول لك والله العظيم مش عارف بصراحه. طيب بالمرة يلا يا عم، مش تبقى ايه يعني، تبقى خربت. يلا خربت امك. معايا كام واحده رونز؟ معايا كام واحده رونز؟ يعني مش هيكملوا كتير يعني، لا سيب ده على جنب يعني اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اتمنى بقى ان يجي لي الحاجات اللي مش معايا يعني، فاهمني ازاي؟ اتمناها بصراحه يعني. بس كولار ده ده حلو معايا، واحده مش معايا. حلو حلو جدا حلو جدا، يعني انا معايا دي ماكس اصلا، دي فضل لها 3 ساعات فانا ارجع دي. بسم الله الرحمن الرحيم. اتمنى بقى حاجه ما جاتليش. بص كلر يا اخوانا انتوا بتعني يعني يا رب على انتوا بتعصبوني يا جدعان. ليه يا جدعان؟ ليه 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 ناويين على ان انتوا تعصبوني؟ اها طيب بسم الله الرحمن الرحيم. 17 يعني ايه؟ هنخسرهم يعني دول كمان؟ يعني هنخسرهم كمان؟ نخسرهم نخسرهم دي كملت بقى. 15 14 13 12 10 9. لا احنا كده بنخسر، لا احنا كده بنخسر، لا احنا كده بنخسر. طيب نجيب بقى ايه يا عم الحاج كده ميلدنج باللذيذ ده يا رب تجيب لي رير يا رب. ها ايه بقى اللي جالي؟ ايه ها ايه اللي جالي؟ رير لرون. بسم الله الرحمن الرحيم. هوب بتعصب الواحد، انتوا بتعصبوا الواحد، بتعصبوا الواحد. حتى يا رب جربت حظي بخ. المهم يا جماعه انا والله قلت اجرب حظي معاكم، بس الواضح انا حظي من نفس النيله، وانا الارشيف بتاعي حاليا ليفل 30، ولنا الارشيف بتاعك بتاع الورير حاليا ليفل كام؟ مستني رايكم يا جماعه وتعليقاتكم المميزه والقويه بصراحه اللي بتعجبني جدا جدا جدا. كان معكم يا ابو محمد من قناه وينو كونكر، ما تنساش لايك الفيديو واشتراك القناه وتفعيل الجرس،
وبصراحه انا ما استفدتش باي حاجه من الديبات اللي حولتها. كنت اتمنى ان انا استفاد بصراحه بيرمستون، بس هضطر ان اشتري الارباح حجاره. الى اللقاء في فيديو في الحلقه القادمه ان شاء الله، واشوفكم على خير في فيديوهات قادمه باذن الله. وباذن الله تاني يعني الفيديو اللي جاي لو لقيت دعم كبير على الفيديو ده باذن الله ان شاء الله هعمل مسابقه على اكونت سيرفر فولد ايو. اكونت هيبقى مميز جدا جدا جدا، بيرفكشن عالي، ستون بوست 8 مع رونزات فيكسد وحاجات كتيره جدا. اشوف الدعم بتاعكم، والى اللقاء في فيديو في الحلقه القادمه ان شاء الله. سلام.